هذا حفظكم الله يقول: من ترك طواف الإفاضة جهلا ماذا يلزمه؟ هو واجب عليه، وحجه معلق كماله على أداء هذا الطواف، وهذا الطواف لا بد من أدائه، ولا يصح الحج إلا به، لأنه أحد أركان الحج. طواف الحج أحد أركان الحج، فلا يصح الحج إلا به، كالإحرام والوقوف بعرفة والسعي لدى مجموعة كبيرة من أهل العلم. كل هذه أربعة أركان لا يصح الحج إلا بها.